لكن أنا ثم المرة الأخرى في التلفزة حكم قال ثم مسؤول وسماه في مباراة حمل الفجري وراه يقول له بعثك لجلسة شباب. هذا مسؤول عقاب الزمان توا معناها يقول له سليم شيبوب بعثك لينا. معناها من ناحية أنا الفرق اللي ضد الترجي تتهمني أنا معناها باش الحكام يخدموا للترجي والسيد هذا يجري وراء الحكم ويقول له بعثك لينا سليم شيبوب. مسؤول في الترجي توا؟ إي إي إذا يخدم توا؟ إي إي سي رياض بن نور إي إي علاش؟ ما نعرفش يعقل هذا؟ صار خلاف بينك وبينه ابدا ما نعرفوش انا عمري هو بده قال سالوه وانا في الغايب قالوا تعرف سليم شيبوب؟ قال لهم لا انا ما نعرفوش ما يعرفنيش هو. مش كنتوا تقعدوا مع بعضكم قبل؟ ابدا ما نعرفوش. عمر ما قعدت معاه؟ ابدا لا بجد بالفعل منين نعرفه؟ ما نعرفوش عمر سمعت به قبل في الطريق. قلقتك الحكايه؟ الله شو تقلقني؟ المسؤول في الترجي يجي يشكك في انا وقال الحكم في التلفزه قال الحكم مكرم اللقاه ما اعتقد اللي في التلفزه في تونسنا قال يجري وراي رياض بن نور يقول لي بعثك لي نسيم شيبو باش تعرف وين وصلنا.